معك أحمد دراوشة لترصد لنا أبرز وآخر مظاهر الاستعداد الإسرائيلي للرد الإيراني المرتقب وما يصاحبه من حشد أمريكي في المنطقة. أمال، حالة الاستنفار الإسرائيلية تزداد ساعة بعد أخرى. بالأمس كان هناك تقييم للأوضاع واتصال هاتفي بين وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. أبلغ جالانت أوستن بأن إسرائيل رصدت خلال الساعات الماضية تحركات وتجهيزات إيرانية لشن هجوم كبير على إسرائيل، وأن هذه التجهيزات لم ترصدها إسرائيل خلال الأيام الماضية. منذ ذلك الحين صدرت جملة من القرارات في إسرائيل تعكس حجم التوتر الكبير وحجم القناعة الإسرائيلية بأن الهجوم الإيراني سيكون وشيكا. بداية أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لجنوده الموجودين في جورجيا وأذربيجان بشكل خاص على مغادرة تلك البلاد فورا والعودة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى صدور أوامر اليوم للطيارين الإسرائيليين بعدم مغادرة إسرائيل بتاتا، حتى الطيارين الذين هم في عطلة. فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة للإسرائيليين في أذربيجان وفي جورجيا، لا يعلم طبعا عن وجود قواعد عسكرية إسرائيلية علنية في تلك المناطق. التقديرات أن إسرائيل استخدمت أراضي أذربيجانية على وجهها التحديد من أجل تنفيذ عمليات سابقا داخل الأراضي الإيرانية، وكان ينظر إلى أذربيجان باعتبارها ساحة محتملة لأي صراع بين إسرائيل وبين إيران في تلك المناطق. وهذا قد يشير إلى أن الخطط الإيرانية ليست جاهزة، بمعنى أن إيران قد تكون تخطط لاستهداف إسرائيليين في الخارج إن اعتقدت أن إسرائيل يمكن أن تطرد الهجوم الصاروخي أو الطائرات المسيرة التي ستطلقها إيران نحو إسرائيل. استنفار إسرائيلي شهدناه خلال الفترة الماضية أيضا حول مختلف الممثليات الإسرائيلية في الخارج، لكن كانت إسرائيل تؤكد خلال الفترة الماضية أن الاستنفار هذا هو عمومي، ليس نتيجة لورود معلومات استخباراتية دقيقة حول نية إيران استهداف سفارة معينة أو قنصلية معينة أو تجمع معين للإسرائيليين. ومن هنا يأتي أهمية ما نشر عن أن في هيئة البث الرسمية عن أن إسرائيل تطلب مغادرة الجنود الإسرائيليين من جورجيا ومن أذربيجان على وجه التحديد. هذا فيما يتعلق طبعا بالرد الإيراني، لكن إسرائيل مستنفرة بطبيعة الحال لردود قد تأتي من لبنان، خصوصا هجوم حزب الله اللبناني، خصوصا أكثر إن كان يستهدف مواقع استراتيجية إسرائيلية في عرض البحر المتوسط، منها بالأساس حقل كريش. ومن هنا تأتي حالة الاستنفار الإسرائيلية في منطقة حيفا وفي السواحل الإسرائيلية. لكن إسرائيل تترقب أيضا هجوما محتملا من الحوثيين خلال الفترة القريبة المقبلة. نعم أحمد دراوشة من